تدعم قطاع الرياضة بولاية تيزي وزو بملعب جديد من المنتظر استلامه السنة القادمة. الربورتاج لعبد الرزاق رمضان. ملعب تيزي وزو الجديد، التحفة الرياضية التي طال انتظارها، ها هي اليوم الأشغال فيها تشارف على النهاية. الأشغال الكبرى فيها فاقت نسبة إنجازها 70. زيارتنا إلى الملعب والشروحات والتفاصيل التي تلقيناها تجعلنا نستبشر بجوهرة رياضية ستكون مفخرة المنطقة، خاصة وأن هذه التحفة ستجهز بأحدث التكنولوجيات وبمعايير تضاهي أكبر الملاعب العالمية. نوعد أنهم يسعوا لومير ساد دابور دالجيري دافريك، و سي ان ستاد كي سرا اوسي مير كو لي ستاد اوروبيان. وهذا الملعب هذا يحتض عنا تجهيزات ما شفتهمش انا في الملاعب اللي عندهم مستوى دولي. يعني هذه شونس لتيزي وزو وللجزائر ان شاء الله. في المومون عندنا مشكل تاع الاموال باش نخلصوا لونتربريز. نعم ما كانش عندنا هذه الاشكاليه هذه، ان شاء الله نليفريوه في جونفي 2018 ان شاء الله. هذا المركب الذي خصص له غلاف مالي قدره 44 مليار دينار يضم ملعبا لكرة القدم يسع لخمسين ألف متفرج، بني على الطريقة الإنجليزية وبضع أمتار تفصل المدرجات عن أرضية الميدان، إضافة إلى مضمار وملعب لألعاب القوى يسع لستة آلاف متفرج وملعب ملحق للتدريبات وعدة منشآت أخرى لوجستيكية. هذا الملعب يعرف هذه الأيام ركودا في الأشغال، والسبب في ذلك يعود إلى عدة مشاكل أبرزها مالية. احنا بغينا باش هذا الملعب هذا يكون يفايتر ميزون سيرفيس لو بلو تو بوسيبل. على بالك الملعب ديمارا في 2010، رانا في 2017. جينا الخطره اللي فاتت نقدر نقول لك صافي 8 موا بتاتر يوناني بارابور لليوم، جو بو دير كو لو ستاد يل افونسي، مشى مليح الستاد، مي بون كاين لي كونترانت فينونسيير. دروك رانا نشوفوا كيفاش اون فالي ديباسي لي كونترانت فينونسيير، باسكو لونتربريز راهي تعاني، سي بور ساك المارش او رالونتي. تدليل العقبات وزيادة في وتيرة العمل سيجعلنا حتما نشاهد هذه التحفة الرياضية جاهزة للاستغلال قبل نهاية الموسم الكروي القادم.